الله وبركاته. اليوم راح نبدأ بالمحاضرة، هي بحث جديد غير اللي تعرفنا عليه، وهي راح ناخذ المتتاليات والسلاسل. أول شيء كتعريف المتتالي العددي، نحن تعرفنا في السنوات السابقة على مجموعة أعداد النسبية كيو والصحيحة زد والأعداد الطبيعية N. طبعا بالترتيب، أول شيء N مجموعة الأعداد الطبيعية، ثم الصحيحة، فالنسبية كيو، فالغير نسبية كيو فتحة، ومجموعة الأعداد الحقيقية اللي هي أوسع مجموعة. كتعريف للمتتالي العددي، هي تطبيق، هي تطبيق يعني تابع. لكن شو منطلقه؟ منطلقه مجموعة الأعداد الطبيعية، منطلقه مجموعة الأعداد الطبيعية، ومستقر مجموعة جزئية من R. إذا بما أن التطبيق هو مجموعة مثل التعريف التابع، لكن مجموعة منطلقه هي N، يعني راح تبدأ هون من الصفر، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما فينا غير عوض في الأعداد، ومستقر مجموعة جزئين R. يرمز لها عادة برمز AN أو بين قوسين إكس إن أو اكس ان اكبر او يساوي الواحد. لاحظ انه نحن بدانا من الواحد، اذا ويرمز لها بالرمز ان او اكس ان دون اقواس. يسمى ان هذا الحد العام للمتتالي، الحد العام للمتتالي. لاحظ هون عندي امثله ان، عندي هون الحد ان هي متتاليه واحد على ان. لاحظ رح نبدا منين؟ من الواحد، لانه رح تبدا من الواحد. هون اذا بدنا نعرف انه مجموعه التعريفه منطلقه النجمي، يعني مجموعه الاعداد الطبيعيه المغايره للصفر. فلما بنبدا بالواحد، واحد على واحد واحد، بعدين اثنين نص، بعدين ثلاثه ثلث، اذا نلاحظ هاي مجموعه الاعداد مستقر، هي مجموعه جزئيه منين؟ من مجموعه الاعداد الحقيقيه. هون مثال ثاني، ان 2 ان زائد 1 على ان زائد 2، فلو عوضنا الان 1 كمان، بدانا بالواحد، 2 في 1 2 زائد 1 3 على 1 زائد 2 3 على 3. لو بدانا ب 2، الرقم الثاني 2 ب 2 4 زائد 1 5 على 2 زائد 2 4 وهكذا. اذا هاي مستقر مجموعه جزئيه من مجموعه الاعداد الطبيعيه. لاحظ هون شو عندنا مجموعه الاعداد 2 ان، مجموعه الاعداد الزوجيه، كما ان 2 ان زائد 1 هي مجموعه الاعداد الفرديه. لاحظوا هون 2 ان زائد 1 او 2 ان ناقص 1 مجموعه الاعداد الفرديه. لو بدانا هون ال ان 1، 2 في 1 2 ناقص 1 1، لما ال ان 2 2 ب 2 4 ناقص 1 3 1. اذا فهي تعرفنا على امثله على مجموعه على متتاليات، وهكذا نجد انه يوجد عدد غير نهائي منتهي من المتتاليات العدديه. تعريف المتتالي الثابتة، هلا هاي المتتالي الثابتة هي اللي مؤلفة من عدد واحد، مو عدد واحد. لاحظوا معي، هو مثل واحد 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 أو إذا إن متتالي وبي إن متتالي، إذا هذا اسمه متتالي ثابتة لما بيكون فيه عدد واحد فقط. المتتالي المتناوبي هي المتتالي اللي بتتغير إشارة فيها، يعني مرة بتكون سالبة مرة بتكون موجبة. مثال على ذلك ناقص واحد اس ان، فلو عوضت ال ان واحد فناقص واحد اس واحد ناقص واحد، لو عوضت ال ان اثنين ناقص واحد اس اثنين زائد واحد وهكذا. لاحظوا هاي كمان مثال اخر، عوض ال ان واحد يصير ناقص واحد اس واحد واحد على واحد ناقص واحد، لما نعوض اثنين ناقص واحد اس اثنين هو واحد على اثنين وهكذا. اذا مرة لاحظوا مرة اشارة سالبة ومرة اشارة موجبة، اذا هاي تسمى المتتالي المتناوب. هلا المتتالي المتقاربي، نقول عن متتالي انها متقاربه اذا نهايتها وحيده، اذا نهايتها وحيده، يعني لما نهايتها عندما ان تسعى للا نهايه. اذا لاحظوا هون 2 ان زائد 1 على 3 ان ناقص 1، هل لاحظ من الدرجه الاولى هون بالنسبه لان، والدرجه الاولى بالنسبه لمين؟ لان في المقام. فلما ان تسعى للا نهايه هي امثال اعلى درجه على امثال اعلى درجه 2 على 3، اذا ثابته، وبالتالي المتتالي متقارب، نهاية واحدة متتالية متقاربة. لاحظ هون ان واحد على ان ليمت واحد على ان عندما تسعى للنهاية كمان تساوي الصفر، المتتالية تمتلك نهاية واحدة كمان، فهي متتالية ايش؟ متقاربة. اما لاحظوا هلا هاي هون المتتالي اللي عندي لا تملك نهاية واحدة وبالتالي متباعدة، ليش؟ عندها لانه ليمت
عندما أنت تسعى للانهائي هون حسب بقى اللانهائي. فإذا كان عدد زوجي، يعني شو معناته أنت تسعى للانهائي؟ يعني تأخذ القيم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى اللانهائي. فلما بناخذ الواحد بصير ناقص واحد أس واحد، ناقص واحد زائد خمسة زائد أربعة. ولما ناقص واحد لما لقينا اثنين بصير واحد زائد خمسة ستة. إذا فبتختلف حسب اللانهائي زائد لانهائي. إذا فبالتالي ليس لها نهاية محددة، وبالتالي المتتالي هون متباعد، المتتالي متباعد. ملاحظة لكل متتالي مجموعة تعريف تبدأ بعدد طبيعي معين، فمثلا المتتالي هي 2 إن زائد 1. لاحظ مثل إذا كان عند التابع إكس يعني 2 إكس زائد 1 معرفة على كل إن. ليش؟ لأنها تأخذ القيم، أي قيمة تأخذها 1 2 3 4 بتطلع إلى قيم، إذا وبالتالي معرفة على كل إن. أما هون لاحظوا لما الإن يساوي الواحد هون بهذه المتتالي إكس إن واحد على إن ناقص واحد معرفة، نعرف إن الكسرة معرف من أجل إن إن ما عدا القيم التي تعدو المقام. ليش قلت إن؟ لأنه هي مجموعة التعريف التابع، إنما البداية تعريف المتتالي هو تطبيق منطلقه إن. إذا وبالتالي معرفة على الأعداد 2 3 4 وهكذا، الأعداد هاي معرفة عندها، لأنه ما بصير في إمكاني يبلش من الواحد أو أبدأ من الواحد، لأن واحد راح واحد صفر بصير واحد على صفر غير معرف، إذا لأنه يعدو من الوقع. والمتتالي واحد ناقص ألف، إذا تبدأ من الإن أكبر أو يساوي الألف، يعني ألف وواحد ألف واثنين وهكذا. أين نبدأ مجموعة تعريف من عدد الطبيعي الذي يلي مباشرة القيمة التي تعدو المقام؟ هون لوغاريتم، نحن نعرف مداخل لوغاريتم دائما وأبدا لازم يكون أكبر تماما من الصفر، فلازم هون الان اكبر تماما من مين؟ من 3. لازم ان اكبر تماما من 3، لان عند 3 بصير لوغاريتم الصفر وغير معرف عنده، وبالتالي لاحظوا ان اكبر من 3 وهكذا. هاي بالنسبه لمجموعه التعريف. اما هون لاحظوا مين هي مجموعه التعريف؟ ان مع نجمه. ليش؟ لانه راح تبدا منين؟ مع عدد القيم التي تعدو المقام عندما ان تسعى للصفر. هون في عندي الان ملاحظه، من الحد العام يمكن كتابة عناصر متتالية. إذا من الحد العام يمكن كتابة إيش؟ عناصر المتتالية. هذه المتتالية تكتب بشكل، لاحظ ناقص واحد أس اثنين إن زائد واحد في إن على إن زائد واحد. لاحظ ناقص واحد أس اثنين زائد واحد هي عبارة عن ناقص واحد أس اثنين إن في ناقص واحد أس واحد، صح؟ لاحظوا على مين؟ على إن زائد واحد، تمام؟ إذا هون ناقص واحد اس اثنين ان دائما وابدا هون هذا مقدار موجب، مقدار موجب. ليش؟ لما الان واحد بيصير ناقص واحد للتربيع واحد، لما الان اثنين ناقص واحد اس اربعه كمان واحد، اما هون ناقص واحد اس واحد هو ناقص واحد على ان زائد واحد. طبعا هاي هون الان زياده يحذفوها، هاي الان هاي طلع. طيب لتكن هلا لدينا المتتالي العددي، عم بيقول احسب لي اكس 1 اكس 2 اكس 3. شو معناتها؟ يعني بدل لي الان 1 لان 2 لان 3. لما 1 1 زائد 1 2 هذا اكس 1، لما 2 2 زائد 1 3 وهكذا. هاي اسمهم هدول اذا حدود المتتالي. اما لاحظوا بيقول او شو اسمه، احسب الحد اكس 3 ان زائد 1. شو معناتها؟ انه بدل لي كل ان ب 3 ان زائد 1، بدلوا كل ان ب 3 ان زائد 1 زائد واحد بصير 3 ان زائد مين؟ زائد 2. فلو مثلا حطينا 3 ان ناقص واحد بصير 3 ان ناقص واحد زائد واحد بصير 3 ان. اذا هاي بالنسبه لمين؟ لحدود هي متتاليه. هلا عندنا هون لاحظوا عم بيقول لي تكون المتتالي على مجالات اكس ان حيث الاكس واحد يساوي واحد. هون ايا كان ان ينتمي الى ان، اكس ان زائد واحد هي اكس ان زائد واحد. لاحظوا اكس ان لحالة زائد واحد. فلو جيت عوضت الان واحد مثلا على سبيل المثال، الان واحد فبصير عندي واحد زائد واحد يعني اكس اثنين. هون هي اكس واحد زائد واحد، الاكس واحد شو تساوي؟ واحد. بصير واحد زائد واحد يساوي ايش؟ اثنين. فلما الان اثنين بصير اثنين زائد واحد اكس ثلاثة هي اكس اثنين زائد واحد. نحن حسبنا اكس اثنين من قبل شو تساوي؟ اثنين. بصير اثنين زائد واحد ثلاثة. اذا هاي بالنسبة لتطالع حدود متتالية. هلأ رح نتعرف على المتتالي المحدودي. متى نقول عن المتتالي أنها محدودة؟ لما بتكون محصورة بين قيمتين. إذا لما بتكون محصورة بين
قيمتين متتالية محدودين. فلو عم بيقول لتكن لدينا المتتالي اكس ان، نقول ان اكس ان محدودي من الاعلى او محدودي من الادنى اذا وجد عدد كي واحد، بحيث كل حدود هالمتتالية اصغر من كي واحد، وتكون محدودة من الادنى لما بيوجد عدد كي 2، هل اكس 2 كل حدودها اكبر من مين؟ من اكس، من كي 2. اذا فبشكل عام تكون محدودة لما بيكون اكس ان محدودة من الاعلى اصغر من كي واحد ومن الادنى اكبر من كي 2. اذا وبالتالي حسب خواص القيمة المطلقة، فلما نقول اكس ان بالقيمة المطلقة اصغر من كي، معناتها اكس ان اكبر من زائد كي، اكبر من ناقص كي، واصغر من زائد كي. اذا هون لما تكون بالقيمة المطلقة على الشكل التالي، اذا هاي بتكون قيمة، هاي محدودة، اذا هاي المتتالية بتكون محدودة. لاحظوا هون ناقص واحد اس ان كمان محدودة. ليش محدودة؟ لانه هاي ناقص واحد اس ان، لاحظ هي اصغر او يساوي الواحد، اصغر او يساوي الواحد، محدودة منين؟ الاعلى. ليش؟ لانه لما الان واحد بصير تطلع ناقص واحد، هي تعرفنا عليها في بداية المحاضرة، ولما الان اثنين بتطلع زائد واحد، اذا ما بتطلع برا، فمتتالي متناوي بهاي مثل ما تعرفنا عليها، اما بتكون ناقص واحد او زائد واحد، اذا هي اصغر يساوي مين؟ الواحد. اما المتتالي ساين الان هي اصغر يساوي الواحد، نعرف نحن ساين الاكس لما تعرفنا في التوابع على ساين الاكس هي اصغر يساوي زائد واحد، ورسمنا اكبر يساوي ناقص واحد، اذا بالتالي متتالي هاي محدوده لان اصغر يساوي زائد واحد واكبر يساوي ناقص واحد. لاحظ هاي المتتالي، المتتالي هاي لاحظ، فهي كمان متتالي ليست متقاربه. ليش؟ لانه نهايتها ليست نهايه محدوده مثل ما تعرفنا، ولكن محدودة. لاحظ لما الان واحد بصير ناقص واحد زائد سبعة ستة، ولما الان اثنين ناقص واحد اس اثنين شو يساوي؟ واحد زائد سبعة ثمانية. عوض لان ثلاثة بصير كمان سالب واحد زائد سبعة ستة. اذا لاحظ انه هاي المتتالية ايش؟ محدودة، ولكن ليست متقاربة، لان نهايتها عندما ان تسعى للانهاية ليست نهاية محددة. هلا في عندي مبرهنة، كل متتالي متقارب تقول هي متتالي محدودة، والعكس غير صحيح. وهون شفنا أنه متتالي محدودة ولكن ليس متقارب، إما كل متتالي متقارب هي متتالي محدودة. لاحظ هذه المتتالي ناقص واحد اس ان هي محدودة صح، ولكن ليست متقاربة، تمتلك نهايتين، مرة زائد واحد ومرة ناقص واحد. هلا عم بيقول اثبت أن المتتالي اكس ان يساوي ناقص واحد اس ان في ان زائد 10 على تحت جذر المربع زائد واحد هي متتالي ايش؟ محدودة. بلاحظ انه ناقص واحد اس ان زائد 10 هي بالقيمة المطلقة هي اصغر يساوي ناقص واحد اس ان زائد 10، وبالتالي هي ان زائد 10. ليش هيك؟ لانه عندما هون عند لما ناقص واحد اس ان هاي زائد 10، هاي بلاحظ انه هي متتالي محدودة من الأعلى، إذا العشرة محدودة من الأعلى، إذا لاحظ هذا الحد أصغر أو يساوي ناقص واحد أس إن في إن زائد عشرة. هلا تحت الجذر إن مربع زائد إن هو أكبر من إن، لاحظ أكبر من إن، لأنه افرضوا الإن واحد، فناخذ واحد للتربيع، واحد زائد واحد جذر اثنين أكبر من واحد، ولما الإن اثنين، اثنين للتربيع، أربعة زائد واحد جذر خمسة أكبر من اثنين. وبالتالي لو أخذنا نحن مقلوبة لهاي، فبالتالي تتغير الإشارة. نحن نعرف أنه إذا قلبنا الكسر تتغير الإشارة، بكون أكبر بصير أصغر، وبالتالي واحد على جذر الإن مربع زائد واحد أصغر من الواحد على إن. وهون أنا عندي بالبسط أصغر من مين؟ أصغر يساوي إن زائد 10. شو بصير عندي؟ المتتالية هي أصغر أو تساوي إن زائد 10 على تحت الجذر إن مربع زائد واحد، وبالتالي هاي اصغر من ان زائد 10 على ان، وبالتالي 1 زائد 10 اس على ان اصغر او يساوي مين؟ ال 11. ليش؟ لما الان 1 لما الان 2 اذا اصغر يساوي 11. اذا وبالتالي هذه المتتالي ايش؟ متقاربه ومحدوده. هلا هون في عندي اثبت، عم بيقول انه المتتالي، لاحظ ان على اس ان حيث اكبر من الواحد، عدد اكبر من الواحد، اثبت لي انه هاي المتتالي محدوده.
اعتمادا على متراجع شهيرة تسمى متراجع بيرنولي، اس ان هي اكبر او تساوي ان بي ار ناقص 1. طبعا هي هنا كنا نحن حفظانينا انه هي اسمها متراجع بيرنولي، اس ان اكبر او تساوي ان بي ار ناقص 1. اذا وبالتالي ان بالقيمه المطلقه على ان هي تساوي ان على ان اصغر من 1 على ناقص 1. لاحظوا لما قلبنا هاي الواحد على ان اصغر او تساوي الواحد على ان بي ار ناقص 1، ضربنا الطرفين الوسطين اجت الان لهون، صار ان على ان اصغر من 1 على ناقص 1. لاحظ ليش عملنا بهذا الشكل؟ مشان نحن بدنا الحد العام، اذا اصغر من 1 على ناقص 1، لكن الا هون ايش عم بيقول؟ اكبر تماما من الواحد. اذا هاي المتتالي اكس ان اصغر من 1 على ناقص 1، وبالتالي المتتالي محدودة، المتتالي محدودة منين؟ من الأعلى. لاحظ هاي المتتالي إن على إن زائد واحد محدودة من الأعلى، وبالتالي وكمان هاي المتتالي هي متقاربة. ليش؟ لأنه أنت عندما أنت تسعى للنهاية بصير واحد على واحد واحد. إذا وبالتالي هي متتالية متقاربة، وبالتالي هي متتالية إيش؟ محدودة. طيب هلأ في عنا راح نتعرف على العمليات، على مين؟ على المتتاليات، العمليات على المتتاليات. حدود المتتاليات لما نحن بإمكاننا نجمعهم وبإمكاننا نطرحهم. فلاحظ معي إنه لما يكون عندي متتاليتين اكس ان واي ان، متتاليتين متقاربتين، أي شو معنى متقاربتين؟ يعني إلى هاي للمتتالية هاي إلى نهاية محدودة، والواي ان إلى متتالية محدودة، عندئذ فليمت ان زائد بي ان زائد ناقص بي ان هي عباره عن زائد بي. اذا هون الار ان والبي ان هي طبعا تبديلها بدل الاكس ان والواي ان، هلا المفروض نحن هون نحط اكس ان بي ان، وهون بدلهم او هون بدلهم اكس ان واي ان بي ار ان واي وبي ان. اذا وليمت ار ان على بي ان، الار ان ليمت ار على مين؟ على بي. اما ليمت ار ان في بي ان هي مين؟ ار في بي. اذا لازم، لكن شرط انه بتكون المتتاليتين متقاربتين، متتاليتين ايش؟ متقاربتين. طبعا هون عبارة عن المبرهنة والتعريف، المتتالية الجزئية هو إنه متتالية نحن أخذناها متتالية جزئية من متتالية أخرى. فلاحظ مثلا هون عندي 1 على 2 إن زائد واحد، وواحد على إن زائد 7. لو أخذت الواحد على إن بلاحظ إنه هي متتالية جزئية، هي متتالية جزئية. لاحظ هاي المتتالي لو عوضت الان واحد بصير اثنين بواحد، اثنين زائد واحد ثلث، خمس سبع. لاحظ هي جزء اثنين من هاي المتتالي، وواحد على ان زائد 7 كمان حدودها هي متتاليه جزئيه متتاليه اكس ان. طبعا هون ما في داعي لهم، يعتبر هذا يعني بس للاطلاع، بس بالنسبه للمتتاليات الجزئيه. طيب نروح عفوا لشيء الأهم، وهي المتتالي الحسابي. لاحظوا معي المتتالي الحسابي هام كثير. عندي من أنواع المتتاليات، في عندي هدول همات ومركز عليهم، هي المتتالي الحسابية والمتتالي الهندسي. المتتالي الحسابية لما بيكون عندي كل حد ينتج عن سابقه بجمع بعدد، كل حد ينتج عن سابقه بجمع بعدد، هذا العدد يسمى أساس المتتالي. أساس المتتالي هاي بالنسبة للمتتالي الحسابي. إذا هي متتالية يزيد كل حد عن سابقه بمقدار سابق، يسمى هذا المقدار R أساس المتتالي. أي إذا كان الحد الأول X1 فإن الثاني X1 زائد R، والثالث X1 زائد R زائد R زائد 2R بشكل عام. إذا معناتها الفرق بين أي حدين من المتتالي هو عبارة عن عدد ثابت. خذوا على سبيل المثال، مثلا 1 3 5 7 9 هاي متتالية، فالحد الأول 1، الثاني 3، الثالث 5. لو طرحنا أي حدين من بعضهم شو بيطلع؟ 2. شو بيطلع؟ 2. هذا عدد ثابت، 3 ناقص 1 5 هو 2، 5 راح 3 2. إذا وبالتالي هاي الاثنين هو العدد الثابت، تسمى أساس المتتالي.
يعطى الحد العام للمتتالي الحسابي بالعلاقة إكس إن يساوي إكس صفر الحد الأول زائد آر بي إن. إذن هذا اسمه الحد العام للمتتالي آر. أو بإمكاني أنا أكتبه بشكل آخر إكس إن، وهي عبارة عن إكس واحد زائد آر بي إن ناقص واحد. لاحظوا الآر هي عبارة عن مين؟ عن أساس المتتالي. لاحظ هون عندي لو جيت أنا لو عوضت الاكس 2 بدل ان 2 بيطلع عندي ار 2 راح 1 شو يساوي؟ 1 في ار ار، اذا هي عباره عن اكس 1 زائد ار. لاحظ اكس 2 صار اكس 1 زائد الثاني. طيب لو عوضت الان 3 شو بيطلع عندك؟ اكس 1 زائد 3 راح 1، تمام؟ لو عوضت 3 راح 1 2 بصير اكس 1 زائد 2 ار. لاحظ اكس 1 زائد ار زائد ار زائد 2 ار. وبشكل عام اذا اكس ان هو عباره عن اكس كي زائد ار بي ان ناقص كي. لاحظوا فلما بيكون عندي انا هون الكي واحد، تمام، بلشت بالكي واحد والان عباره عن واحد، لاحظ اكس واحد بصير اكس واحد زائد ار واحد راح واحد صفر في ار صفر، اذا اكس واحد يساوي اكس واحد، صحيح. فلما الان اثنين اذا عباره عن اثنين ناقص كي، حسب بقى الكي هون لما الكي واحد اثنين ناقص واحد. اذا خذوا هذا الشكل، حفظوا هذا الشكل، هذا بشكل عام، لكن حفظوا هذا الشكل هو الحد العام للمتتالي الحسابي اكس ان يساوي اكس واحد زائد ار بي ان ناقص واحد. طيب هلا بدنا ناخذ كمان، باخذ مثال ثاني على متتالي حسابي. خذوا مثلا المتتالي 3 7 الحد اللي بعده 11 الحد اللي بعده 15، اذا كل حد ينتج عن سابقه بايش؟ بجمعه لعدد 4. اذا في كثير متتاليات عندي حسابيه. اذا الحد العام بدنا نحفظه اكس ان يساوي الى عباره عن اكس واحد زائد ان بي بي ان ناقص واحد، بي ان ناقص واحد. اما هلا المتتالي الثاني اللي لازم نحن نفهمه ونحفظه كمان هي المتتالي الهندسي. المتتالي الهندسي خلاف عن المتتالي الحسابي انه كل حد ينتج عن سابقه بضربه بعدد، وهي هام كثير المتتالي الهندسي ونركز عليها. اذا كل حد ينتج عن سابقه، لاحظ الحد الاول الحد الثاني بكيو، هذا الكيو هو مين؟ هو اساس المتتالي. فلما بضربه بعدد بالعدد الاول بيطلع بكيو، ثاني بكيو بكيو بصير بكيو مربع، وهكذا بكيو ان. اذا هذا الشكل العام لها. إذا كل عدد ينتج عن سابقه بضربه بعدد سابق. لاحظوا هون 2 6 18 24، لاحظنا بنعرف انه 6 تقسيم 2 3، 18 تقسيم 6 3، 4 و60 تقسيم 3 ايش قد يساوي؟ 18. إذا كل حد ينتج عن سابقه بضربه بعدد 3، إذا كيو الأساس هو ايش؟ 3. يرمز عادة للمتتالي الهندسي برمز كيو اس ان وبين قوسين، لاحظ قوسين مجموع. فلما بيكون الحد الاول واحد بصير كيو اس ان، كيو اس ان. اذا هلا نحن في عندي بالنسبه لمين؟ لا بدي طالع في شيء اسمه عندي متتاليه المجاميع الجزئيه، متتاليه المجاميع الجزئيه. اذا نلاحظ هذا الحد العام اس ان هو عباره عن زائد بكيو زائد بكيو مربع مثل ما شفنا زائد بكيو ان، كل حد ينتج عن سابقه بضربه بعدد. فلما بجمع هذه الحدود، لما بجمعهم اسمها هاي اس ان متتاليه المجاميع الجزئيه، يعني مجموع حدود. لو ضربت هاي الاس ان بكيو، فلاحظ كيو اس ان معناته صار كيو ب بكيو، بكيو بكيو، بكيو مربع، وهكذا حتى كيو بي ان بعده بكيو ان زائد واحد. لو طرحتهم من بعض اس ان ناقص كيو اس ان، لاحظ معناته ناقص بكيو زائد لاحظ معناتها هذا الحد كيو بيروح مع كيو، كيو مربع مع كيو مربع، كيو مقعب مع كيو مقعب، كيو اس ان مع كيو اس ان. شو بصفي عندي؟ بصفي عندي مين؟ بس الحد الاول والحد الاخير ناقص بكيو اس ان زائد واحد. لاحظوا هذا ناقص هذا، اذا بصير ناقص طالع عامل مشترك، طالع عامل مشترك شو بيطلع عندي؟ هون طالع اس ان عامل مشترك بصير واحد ناقص كيو بضل، وهون طالع عامل مشترك بضل واحد ناقص كيو اس ان زائد واحد. معناتها شو الاس ان؟ هي عباره عن على واحد ناقص كيو بواحد ناقص كيو اس ان زائد واحد، وهو مجموع المتتالي الهندسي.
مجموع حدود المتتالي الهندسي هي عبارة عن R على بواحد ناقص كيو اس ان زائد واحد على واحد ناقص كيو على واحد ناقص كيو. لاحظ بقى هوني معاي، اذا هاي بما انه متتالية المجاميع الجزئية اذا هي مجموع الحدود، اذا مجموع الحدود وبالتالي هون لاحظ لما الان هاد، لاحظوا هذا لما الان هاد يساوي ناقص واحد على سبيل المثال، لما الان هاد يساوي ناقص واحد تمام، بصير كيو اس ناقص واحد زائد واحد صفر، واحد راح صفر صفر، اذا على واحد ناقص كيو بصير مجموع الحدود، اذا على واحد ناقص كيو. مين الار؟ الحد الاول. مين كيو؟ هو الاساس. فهون عندي نهايه شهيره، ليميت كيو اس ان، هاي هي عباره صفر لما الكيو اصغر من الواحد واكبر من ناقص واحد. لاحظوا هلا لو جيت هاي الكيو عدد اصغر من الواحد واكبر من ناقص واحد، مثلا نص، بصير نص اس ان زائد واحد، يعني واحد اس ان زائد واحد على اثنين اس ان زائد واحد، واحد اس ان زائد واحد واحد، اثنين اس ان زائد واحد، لما ان تسعى للانهايه بصير واحد على اللانهايه شو هذا بصير؟ صفر. بيكون اذا هاي ليميت كيو اس ان هي عباره عن صفر لما كيو اصغر من واحد اكبر من ناقص واحد، ولا نهايه عندما كيو اكبر او يساوي واحد. هون عوض لان اثنين بصير كيو اس اثنين زائد واحد، عوض لان زائد لانهايه كيو اس لانهايه لانهايه، اذا بصير هون الاس ان عبارة الكيو اس ان عبارة عن لا نهاية، إذا وبالتالي ما بيكون في إلى مجموع. هلا لاحظوا هذا هون ليميت نص اس ان عندما ان تسعى للا نهاية، لاحظوا معي هون، لاحظوا هاي متتالية ايش هندسي، حد الأول نص اس واحد نص، حد الثاني نص اس اثنين ربع، حد الثالث نص اس ثلاثة ثمن، إذا كل حد ينتج عن سابقه بيضل بمين؟ بالنص. إذا الكيو هي مين؟ هي نص، والحد الاول هو نص. اذا لاحظوا الامتى عندما انت تسعى للنهايه، واحد اس ان واحد، اثنين اس ان عندما انت تسعى للنهايه بصير اثنين اس لا نهايه عباره عن لا نهايه، واحد لا نهايه شو يساوي؟ صفر. اذا هاي عباره عن متتالي ايش؟ متقارب. هون مثال اثنين، لاحظ ثلاثه اس ان، لاحظوا هي كمان متتاليه هندسي، حد الاول ثلاثه، ثلاثه اس واحد ثلاثه، حد الثاني ثلاثه اس اثنين تسعة، يعني كل حد الثالث 3 اس 3 27، كل حد ناتج عن سابقه بضربه بعدد مين؟ 3. اما لمتى؟ لا نهايه عندما تسعى لا نهايه. وبناء على ما تقدم يمكن ان نكتب مجموع متتالي هندسي بهذا الشكل. لاحظوا شو كتبناها بالشكل، اذا هذا بما انه عندما ان تسعى للا نهايه والكيو هون اكبر تماما من الواحد بيطلع لا نهايه، ولما هذا الكيوب اصغر من الواحد واكبر من ناقص واحد مثل ما اخذنا النص، فبصير النص اس ان زائد واحد هون، وبالتالي بصير نهايته عندما انت تسعى للانهاية شو يساوي؟ عباره عن صفر، وبالتالي صفر واحد ناقص صفر واحد ب على واحد ناقص كيو، وبيكون في عباره عن مجموع حدود المتتالي الهندسيه، بيكون إلى مجموع لما الكيو أصغر من واحد وأكبر من ناقص واحد. هيك بيكون انتهينا من محاضرتنا. إن شاء الله الدرس القادم راح نكمل في المتتاليات، إذا نركز على المتتالي الحسابي والمتتالي الهندسي. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة